مرحبا ترحيب تنبه للمواجب العصيلة عد ما لاحت برقو عد ما حنحن رعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه النورها كالشمس لا جات بكبدها يا وجيه النورها كالشمس لا جات بكبدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لاحت بروق وعد ما حنحن رعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جات بكبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة استديوهات روما فهد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها استديوهات روما والمدايح كلها فيها قليلة الزيون وصابها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيلة شيخ عز وشيخ طالة والمواقف هو أسد من زحول الماخذين المجد والسيوفة وخيلة لابد ان تغفر بالأفعال الجزال وتعتمدها لابد ان تغفر فهد فيه وانت له سليلة ذاكرة المرجلة وللمراجل هو سندها يا عسى الجنة مقرة والنبي فيها خليلة جعل قبره روضة في كل أوقاته يردها وانت أخت اللي لهم فالناس مقدر وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها لك عيال هم طحاطح وهم القبيلة العريبين الجدود ومن صات من نشدها الله يبارك لكم ليلة من ألف ليلة ليلة فيها السعادة ويفرح الكل بسعدها وانت رمز الجود يا أبو فهد والأوصاف النبيلة يا وريث أبوك بفعله واسمك ما في قدها يا وريث أبوك بفعله واسمك ما في قدها وانت رمز الجود يا أبو فهد والأوصاف النبيلة يا وريث أبوك بفعله واسمك ما في قدها ربعك اللي يكسبون الطيب ويا نعم القبيلة لا بتها للجود ولا شل البيوت إلا عمدها وثنية ترحيب باللي قد لفى شعر وشيلة مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها والشيلات.